إنتاج الخضروات في مناطق الساحات بالصين دون الحاجة إلى أشعة الشمس أو تربة. هنا تقوم رفوف من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED بتسليط الضوء على النباتات بالترتيب الدقيق في الطول الموجي للضوء الذي تحتاجه لنموها، وفي نفس الوقت يتم رش المواد المغذية مباشرة على جذور النباتات. إن هذه الطريقة التي تعتبر رائدة في زراعة الخضروات في العالم لا تقلل من مساحة الزراعة فحسب، بل تجعلها تنمو دون انقطاع على مدار السنة. إضافة إلى ذلك، لا تستغرق هذه التقنية سوى 20 يوما ليصبح أي نوع من الخضروات ناضجا، كما تحقق إنتاج ما يزيد عن 100 مرة من طريق زراعة الخضروات التقليدية. دون أن ننسى أنه 3 أشخاص فقط يكفي لإدارة مزرعة من 200 متر مربع.